مرحبا، اهلا وسهلا فيكم بالمطبخ اللبناني. اليوم حنعمل نحن وياكم القاس، اكله شتويه وبتدفي وكتير مفيده وصحيه. انا هقشر هلا القاس بهيدا الشكل. انا بحطهم على شقفه، ممنوع ضقر المي فيهم لانه المي بتصير تعقص لي ايدي، المي ما بيسوى. نمسحها السكينه وما بنغسلهم لانه بينزعوا لنا ايدينا وبصير يعقصوا. بهالشكل بنقشرهم. انا عندي هون 2.5 كيلو القاس، بيعملوا ما شاء الله، بيعملوا طنجرة كتير منيحة. وعندي هون نقع حمص ومقشرة بصل، شي كيلو بصل. هلا بنشوف نحن وياكم الطريقة كيف بتكون وكيف بتصير. انا عندي هون كلينكس، كل ما نجاوب السكينه مسحها بهذا الشكل، ما بغسلها. هلا مثل ما شفتوا انا قشرتهم وهيتهم لشحفهم، بقطعهم بهذا الشكل. ما بسمكها كثير ولا برققها كثير. وهيك لتخلص الكمية الموجودة معي. هلا مثل ما شفتوا انا قطعت القلقاس، وهلا عم بحمي الزيت لبلش اقليهم. هلا انا حبلش اقلي القلقاس، بقليهم مثل البطاطا بس مش محمرين كتير، بدي اياهم يكونوا عشقار مشان بس حط الطحينة ما يبقوا سمر معي، ضل الطحينة بيضة. انا هلا نقع الحمص من امبارح، حافقش الحمص هذا الشكل. وعندي مرطبان ازاز بعملهم فيه بفقشهم. مثل ما شفتوا هاي الحمص بلش ينفقش بهذا الشكل. وهلا بغسلهم، بحطهم بالمي وبفتح الحنفية عليهم ليطلع كل القشر منه، تكون حبة الحمص ما في مش مغلفة بقى، ومثل ما بدي مشان اقليها وتستوي معي بسرعة. هيدا حجم الطنجرة اللي بدي اطبخ فيها القلقاس. وانا هلا بدي هي القلية اقطع البصل، اقطعها جوانح بهذا الشكل. هلا مثل ما شفتوا انا قلعت القلقاس صار جاهز، والبصل كمان والحمص صار جاهز كله مفقع. هلا
حنبلش نقلل قلية. انا حطيت زيت زيتون قدر ما بدي اطبخ، وقليتي قدي حجمها بحط زيت زيتون. اهم شي يكون القلية بزيت الزيتون لانه للاس مقلي بزيت النباتي. اول شي حنضيف البصل اللي قطعناه، كمان منطرهم ليدبلوا. هيك مثل ما شفتوا البصلة دبلت معي، انا حضيف الحمص. كمان بنطرهم لتستوي حبة الحمص. مثل ما شفتوا حبة الحمص شوي استوت معي، وانا بدي احضف لهم مي لينسلقوا مع بعضهم تستوي الحبة وتصير مثل ما بدي. أني بحاجة لخمس أكواب من المي كبار، بنطرهم ليستووا. هلأ هيدي الأكلة بحاجة لسبع حوامض، وعنا نحنا الأبو صفير أكيد موجود بكل البلدان، والحامض إذا موجود البو صفير والحامض بيغنيكي عن الأفندي والكلمانتين وهالأشياء، لأنه كلهم طعام. نحنا السبع حوامض لازم تكون مجموعة بهاي ليموت الأبو صفير. أنا غسلتهم ونشفتهم لأنه ما بيسوى كمان إلا ما تكونوا ناشفة بمرمر، وما بتعصريهم بالعصارة، بتعصريهم شوي شوي بإيدك مشان ما يمرمر معك ويطلع الأكلك طيب. هلا مثل ما شفتوا حبة الحمص استويت معنا، نشوفها بهالشكل بنلاقيها استويت. هلا أنا حضيف القلقاس. كمان بنطرها تستوي حبة القلقاس، وبنرجع نضيف عليهم الطحينة والحامض. هلا مثل ما شفتوا حبة القلقاس استويت بهذا الشكل، نعملها استويت كتير منيح. هلا بقى نكسر الحامض والطحينة ونضيفهم فقمن. انا عندي هون نص كيلو طحينة، صورتهم قبل بصندوق الوصف. هلأ حضيف الحامض. نخفقهم مع بعضهم. هلا حضيف الطحينة مع الحامض السبع حوامض. بسم الله الرحمن. ريحتهم بتشهي. وهلا اذا حسيتوا الطحينة والحامض جمدت
بتضيفوا لها شوية مي، ما بتكتروا، لأنه العسل القاس مع القلية والحمص كمان بيكون فيهم مي، ما بدناش اياها تطلع كتير مايعة. أنا هلأ حضيف الملح، والملح أكيد حسب ما بتحبوا. ريحتها بتشهي، وجربوها وما بتندموا. صحيح بدها شغل، بس أكلة كتير كتير طيبة. وهلا بخليها 10 دقايق على النار، برجع بطفي عنها. مثل ما شفتوا صارت طبختنا جاهزة، حطيناها على النار 10 دقايق من بعد ما كسرنا الطحينة مع الحامض. وهلا بنسكبها نشوفكم. هلا مثل ما شفتوا طبختنا صارت جاهزة، والقاس صارت أكلة كتير طيبة. وألف صحة وهنا، بتتاكل مع الكبيس اللفت أو أي كبيس بتحبوه. وما تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب.